الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، سنة الترمذي: أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في القبلة للصائم. حدثنا هناد بن السري، أبو السري، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قتيبة وقتيبة بن سعيد البغلاني، نعم، وهو أيضا مقرونا به، وقتيبة كما قلنا شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص سلام أو سلام بن سليم الحنفي مولاهم، أبو الأحوص من الثقات، قال عنه ابن معين: ثقة متقن. وأبو زرع الرازي قال: ثقة. والنسائي قال: ثقة. أبو حاتم أيضا، وقال العجلي: ثقة. وابن سعيد ابن سعد قال: كان كثير الحديث صالحا. عن زياد بن علاقة. زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي أبو مالك، قال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال العجلي: كان ثقة. ومن الثقات، نعم. عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله، نعم، أبو يحيى الكوفي، من الثقات، قال ابن معين: ثقة. وقال العجلي أيضا: ثقة. عن عائشة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أعلم سائل العالمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم، وفي الباب عن عمراء بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة. حديث عائشة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ، ولم يرخصوا للشاب مخافة ألا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد. وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا تفطر ولا تفطر الصائم. ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. نعم، هذا قول ما شاء الله الأستاذ ماجد. طبعا هو يعني لا يستحي الحمد لله في هذا الباب، لأن العلم لا حياء فيه، فأراد أن يثبت لجميع طلبة العلم الموجودين الآن أنه يفتي بهذا القول، ويقول: أنا أبدين الله بهذا القول. طبعا أنت قولك وزنه كبير، من المرجحات عندهم، فطبعا أنا أردت أن أنقل هذا بعد إذن حضرتك يا آية الله العظمى. أيوة، والثوري، أيوة أيوة، إنه ماجد طبعا ينحو نحو الثوري في كل الأحوال. ماجد لما ذكرنا له أن الثوري ممكن يأكل خروفا على العشاء لكن يقيم كل الليل، قال: إذن اضبطوا لي هذا الطعام، أنا أسير على منهج الثوري. الرجل يقول: الثوري هو إمامي. فلذلك بقى أخذ بقولي في كل الأقوال. عامة مسألة القبلة مسألة القبلة للصائم، المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال صراحة، ففيها المنع مطلقا، وفيها الجواز مطلقا، وفيها التفريق بين الشاب والشيخ، وفيها أيضا المسألة على الأرض. ففي الباب ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما أخرجه أحمد وأبو داود، قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، هششت فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف القياس: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال: ففيما، يعني أيضا القبلة كالمضمضة، فلا بأس بذلك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، لكن النسائي يعني قال منكر، لكن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم صححوا الحديث، والحديث الحق أنه يحتمل. وأيضا حديث حفصة رضي الله عنها أرضاها في سنن ابن ماجة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وهناك في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، وجاء رجل بعث بزوجته تسأل القبلة للصائم، فسألت أم سلمة فقالت لها بأنه يجوز، وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فرجعت المرأة للرجل قال: زبتيني هما، النبي صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك منه، لما راجعت المرأة إلى أم سلمة فقال إني أخشاكم لله وأتقاكم، أو قال وأعلمكم.
وعن ابن عباس في سنن ابن ماجه قال رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشباب. وهذا حديث ورد عن عمر ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله. كان فيه كلام أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه عن ذلك، فإذا الذي رخص له شيخ كبير، وإذا الذي نهاه شاب صغير. وهذا راه أبو داود وسكت عنه، وإسناده فيه جودة. فالحق هنا إذا قلنا بالقول الوسط اللي هو التفريق بين الشاب والشيخ، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب لم يفرق بين الشاب والشيخ، لم يفرق بين الشاب والشيخ، لأن عمر كان شابا يافعا قويا فتيا عندما قال هششت فقبلت وأنا صائم. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في هذا الباب. وأما من قال مطلقا أن القبلة تنقض الأجر ولا تفطر الصائم، يعني قالوا بعدم الجواز مطلقا لأن النبي نهى عنها في ذلك، وأيضا لعائشة رضي الله عنها رضاها قالت كان النبي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن ماذا قالت؟ قالت وكان أملككم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، فأيكم يملك إربه؟ فكانها تقول والقياس على ذلك فيه صعب، أو هي بيّنت من فهمها واجتهادها التفريق بين من يملك وبين من لا يملك. جاء أبو سلمة في صحيح مسلم، جاء عمرو بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل رسول الله أيقبل الصائم؟ فقال سل هذه، كان متزوجا جديدا، فقال سل هذه على أمه، على أم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم. فهذا شاب، هذا شاب، هو عمر بن أبي سلمة شاب، وعمر كان شابا ومنع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من ذلك، وقال كنت أفعل ذلك تأكيدا للجواز، فدل على أن الشاب والشيخ يستويان في ذلك. والقول الثالث هو القول بالجواز، والصحيح الراجح أن نقول بأن القول بالجواز هو الصحيح، القول بالجواز في التقبيل هو الصحيح، بل وفي المباشرة، وفي المباشرة، والدلالة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعل النبي فحديث مسلم أن عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم، ولما سأل عمر بن أبي سلمة عن ذلك قال اسأل أم سلمة، سلم سلمة أمه يعني، وقال كان رسول الله يفعل ذلك، وفعل النبي تشريع. وفي الحديث الضعيف ولكنه يستأنس به في هذا المجال أن عائشة قالت قبلني النبي صلى الله عليه وسلم ومص لساني وهو صائم. طبعا مص لسانه وهو صائم، أكيد الريق هنا إذا اختلط لا يزدرده. فإن قلنا والحديث فيه ضعف لكن يستأنس به، بل كان يقبل ويباشر وهو صائم، وهناك من حرم وهناك من كره ذلك وقال بالكراهية إلى من ملك إربه، وهناك من حرم القبلة للصائم. عندنا أربعة أقوال هنا الآن، الكراهية مطلقة، وهؤلاء قالوا بأن الأجر ينقص وأتوا بالمنع فيه بأن عائشة قالت أيكم أملك لإربه، وأيضا على أن التقبيل مباشرة. والذين قالوا بالحرمة قالوا قد قال الله جل في علا فالآن بشرهن، يعني في الليل، وحل لكم ليلة الصيام الرفث، وما قال النهار، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قالوا إذا النهار يكون بمفهوم مخالفة يكون محرما. فمن قال بالكراهة وقال بأن الإنسان فعل، ومن قال بالتحريم أخذ بالآية، ومن قال بالتفريق قلنا التفريق وإن كان له وجهة لا سيما اجتهاد عائشة رضي الله عنها أرضاها، لكن الأصح منه الأسد القبلة على الإطلاق جائزة، القبلة على الإطلاق جائزة. ومن قال بذلك هو أبو هريرة وسعيد سعد بن أبي وقاص وسعيد أيضا بن المسيب، وأيضا الظاهرية قالوا بالجواز، بل الظاهرية تفوقوا عليهم وقالوا باستحباب التقبيل عند الصيام، باستحباب ما شاء الله هو قال باستحباب التقبيل عند الصيام، وهذا كان من الظاهرية طبعا على أن هذا فعل النبي، والنبي الائتساء به سنة، قال الله تعالى ما أتاكم رسول فخذوا ما نهاكم عنه ومنهاكم عنه فانتهوا، فقالوا الائتساء به سنة أن يقبل. الحمد لله أن حديث عائشة ضعيف، قال يقبل استحبابا، والصحيح الذي ندين الله به بأن القبلة للصائم على الجواز،
القبلة للصائم على الجواز. لكن من كان شابا ومن كان متزوجا حديثا الأولى له ألا يقترب، لأن هذه المسألة تصل به إلى أن لا يملك إربة. وكلام عائشة موزون ووجيه. لذلك قال أبو حنيفة وقال محمد حسن الشيباني: لا بأس بالرجل أن يقبل إن ملك نفسه. وهذا كلام عدل، هذا كلام عدل. لكن من قال بالحرمة فهذا أبعد الأقوال، ومن قال بالكراهة مطلقا أيضا من أبعد الأقوال، ومن قال بالتفريق فهذا من أقرب الأقوال في التفريق بين الشاب والشيخ، يعني من يملك إربة ومن لا يملك إربة. ومن قال بالإطلاق هذا كما قلت ندين الله به وهو الأصح والأسد، إلا أن يكون شابا يفعا حديث عهد بالزواج، فهذا الظاهر أنه لا يملك إربة، وسد زريعة تأتي هنا في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: حسن التطبيق لقول رب العالمين: وعاشرهن بالمعروف. مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا على الراجح الصحيح الآن. لا تطبق سد الزراعة إلا إذا كانت محكمة أو محكمة أو غالبة، لا تطبق الزراعة حتى لا يكون المسألة فيها ما فيها من الغلو أو الجفو إلا إذا كانت محكمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.